السلام عليكم. في آخر أسئلة المرسل باحة يقول: هناك وساوس تراودني بعض الأحيان وتكون قدحا في عقيدتي الصحيحة، فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ ننصحك أن لا تلتفت إلى هذه الوساوس ولا تتأثر بها، واعتبرها لغوا وغير موجودة وستذهب عنك بإذن الله، مع الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذه الوساوس من الشيطان، فاستعذ بالله من الشيطان والله جل وعلا يعينك على تركها. نعم. أحيانا الموسوس الشيخ إذا قلنا دع هذا، كيف له أن يدع؟ ربما لا يستطيع. دعه لا يتأثر به ولا يلتفت إليه ولا يفكر فيه، ويعتبر كأنه غير موجود. نعم.